أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ندوة المغاربية، ستكون مخصصة للحديث عن ليبيا والأزمة هناك وآفاق الحل. بقدر ما كانت الثورة الليبية مفاجأة سارة لكل من كان يحلم بالتخلص من قمع وفساد وتسلط نظام القذافي الذي حكم البلاد لأكثر من 40 عاما، بقدر ما كان هناك الكثير من النتائج السلبية للإطاحة بنظام القذافي، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة النظام السياسي الذي اخترعه القذافي، ونتيجة كذلك لسنوات من القمع السياسي وإقصاء النخب السياسية والاجتماعية عن المشهد السياسي خلال فترة حكم القذافي بكاملها، كما هو كذلك وكما هو الحال في بعض الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي خلال عام 2011، لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فتطورت التظاهرات السلمية في الكثير من هذه الدول إلى عنف متبادل وإلى حروب أهلية بين مختلف التشكيلات المسلحة. ليبيا هي أحد الدول التي تحول فيها الصراع السياسي إلى صراع مسلح، أو قل صراع سياسي معسكر، إذ من الممكن أن حالة الاستقطاب أو من المؤكد أن حالة الاستقطاب السياسي الشديد والربط بين التكتلات السياسية والتشكيلات العسكرية وخلق ميليشيات وتشكيلات عسكرية جديدة على أسس قبلية وجهوية أخطاء جسيمة أخذت تتشكل وتتبلور في ولاية المؤتمر الوطني العام سنة 2012 وعند بداية تشكيل حكومة علي زيدان، التي كانت متكونة من تيار تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي والتيار الإسلامي. الصراع الدائر حاليا في ليبيا في نظر الكثيرين ليس صراعا بين سلطة شرعية ومجموعات إرهابية، وليس صراعا بين تيارات ثورية تحاول حماية البلاد من عودة أنصار القذافي. المعطيات على الأرض تقول إن الخلاف في ليبيا هو خلاف سياسي بالأساس، أو هو خلاف بين تيارات سياسية معسكرة. فما هي جذور الصراع الحقيقية؟ وما هي أسباب تواصله إلى اليوم؟ وكيف يمكن توفير شروط تسوية سياسية تنقذ الوطن؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام محور حديثنا في هذه الندوة. أرحب بضيوفي الأستاذ جمعة القماطي، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي. مرحبا بك أستاذ جمعة. كذلك الأستاذ محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق. مرحبا بك أستاذ زيتوت. وكذلك دكتور عبد الله العثامنة، الأكاديمي الليبي. مرحبا بك دكتور العثامنة. أستاذ جمعة قماطي، أبدأ معك في حتى نضع كذلك المشاهد في صورة ما يحصل، لأنه مرور السنين ينسي كثيرا من الأحداث. ما هي في توصيفكم أنتم كليبيين الجذور الحقيقية للصراع الذي نشهده الآن والمتواصل الآن لأربع أو خمس سنوات تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك وللإخوة الضيوف الكرام والمشاهدين، وكل عام والجميع بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أستاذ سمير، من الصعب الإلمام بكل الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه الحالة من الفوضى والخلخلة والصراع في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي أو بعد نجاح ثورة 17 من فبراير. العوامل كثيرة ومتشعبة ولها أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية وفكرية. أهم هذه العوامل. لعل أهمها هو عجز الليبيون جميعا، ونحن نعترف بذلك، على بلورة رؤية مشتركة بديلة لنظام القذافي بعد سقوطه. رؤية يكون أساسها هو التوافق والشراكة والحوار وحسم الخلافات والاختلافات بالوسائل السلمية الحضرية. رؤية تقود بسرعة إلى عقد اجتماعي جديد، إلى دستور، حيث حرمت ليبيا من دستور سياسي لأكثر من 42 سنة، إلى يعني توافق حول كيف يمكن أن يشترك الليبيون في إدارة السلطة وتوزيع الثروة في ليبيا. أسس الإشكالات والصراعات والاختلافات هي قضية السلطة
والثروة. ليبيا دولة نفطية لها ثروات طبيعية هائلة جدا، الثقافة الريعية متجدرة في ليبيا، الجميع يعتقد أنه لابد أن يأخذ نصيبه من هذه الثروات الريعية للنفط، وبالتالي الوصول إلى هذه الثروات للأسف لم يكن بطريقة منظمة من خلال سلطة سياسية جديدة أساسها سيادة القانون، العدل، المساواة، العدالة الاجتماعية وغيرها. هذا هو أساس كل شيء آخر، ما هو إلا إفرازات ومظاهر والانعكاس لهذه الإشكالية الأساسية. نعم دكتور عثمنا، هل توافق أستاذ جمعة حينما يقول خاصة أنه نحن الليبيون أساس هذا الصراع أو استمرار هذا الصراع؟ هو أولا نحييك ونثمن دعوتكم الكريمة في هذا الحوار، وأتمنى أن يكون حوار إيجابي هادف إلى ما يسمو إلى حل الأزمة الليبية. ولكي تحل الأزمة الليبية لابد علينا أن نوصف ونشخص المشكلة وجذورها، ونكون بقدر من المسؤولية الوطنية والشجاعة الأدبية أن نقول للمخطئ أخطأت الآن، خصوصا بعد 7 سنوات من إسقاط دولة بكامل مؤسساتها، اتفقنا أم اختلفنا على شكل ذلك تلك الدولة ونوع نموذج الحكم ومشاركة الجميع فيها أم لا، أن هناك مؤسسات مثلية أم لا، لكن على الأقل هناك دولة كانت تسمى ليبيا. شئنا ما بين صراع، يعني نقول أن هناك ليبيا انهارت الآن، ما عاش في شيء اسمه دولة ليبيا. طبعا على مستوى النتائج، على مستوى الحقائق الموجوده في مصرف ليبيا المركزي ومؤسسه ليبيا للاستثمار ومؤسسه وطنيه للنفط والمؤسسات الاقتصاديه والمؤسسات الداعمه لاعاده الحياه في ليبيا، ليست هناك دوله. وبالتالي نحن نحاول الان ان نستنهض الهمم الوطنيين وان نعيد بناء هذه المؤسسات ومؤسسات اخرى داعمه لاستقرار الدوله، حتى مؤسسات البديله الجديده التي ممكن ما كانتش معروفة في ليبيا سابقا. لكن باختصار ما حصل، وخاصة وأسميناه نحن هو صراع النفوذ والنقود أو السلطة والمال، توالت حقبة بعد المؤتمر الوطني أنتجت تيار حصين جدا وجدار سميك جدا لا يريد أحد أن ينفذ لذلك المقعد اللي هو مقعد السلطة. وحتى نكون أكثر صراحة، حتى الحكومات التي تحاول أن تكون نوعا ما مدنية ليبرالية تجد التوجه الإسلامي داخل بقوة. نحن ليس لدينا اعتراض أن يكون كل الليبيين موجودين في بوتقة الحكم أو في الحوكمة الجديدة، لأنه مستحيل أن تقصي أي طرف أو تهمش أي طرف، ويجب الجميع، لأن الحياة بنيت على التنوع والتمثيل، بشرط ألا تكون تلك الجماعات أو تلك الأحزاب أو ذلك الأشخاص هم شخصيات إرهابية أو تنتهج العنف والسلاح طريق الوصول إلى السلطة. بالتالي رأينا استبعاد للتيار المدني، ضرب النسيج الاجتماعي، ضرب القبائل الكبيرة، ضرب الضباط الجيش، ضباط الأمن. أخيرا استفاق الليبيين أن هناك طوفان. من يقوم بكل هذه الأشياء؟ نعم سأجيبه. يستبعد التيار المدني، يحاول أن يجتث وينهي الهوية الليبية بالكامل، وأن يصهر الهوية الليبية في صورة أخرى، قد تكون صورة إيديولوجيا، قد تكون صورة أخرى غربية، قد تكون الله أعلم. يعني هو الصراع في ليبيا الآن صراع هوية؟ لا، أكبر من أن يكون صراع هوية. أنا قلت لك هناك محاولة لمسح الهوية الليبية بأنك معاش تقول ليبي، لا أقول أنا مثلا أن إسلامي، أو أقول أنا ليبرالي، أو أنا من حقي أن أقول أنا ليبي وأنا مواطن ليبي، ويكفي أن ننادي ونطالب بأن ليبيا تكون دولة مدنية. طيب من هذا كلام السيادة. هذا كلام خطير، يعني كيف لأطراف تتحمل وتقبل وتشارك في العملية السياسية وتغير اسم ليبيا من جماهيري كذا إلى اسم دولة ليبيا إلى غير ذلك، ثم هذه الأطراف نفسها ترفض للليبيين أن يقولوا نحن من ليبيا أو ننتمي إلى ليبيا أو بلدنا ليبيا؟ يعني هذا كلام لا يستقيم على الواقع. يعني إلى حد الآن نحن لم نتفق على شكل ونوع الحكم في ليبيا. 7 سنوات التسمية الدولة الليبية، ولكن لم نتفق على كون نظام برلماني أو رئاسي، ولهذا نحن بقينا في صراع، حتى صراع منظومات التشريعية أو القوانين اللي سنناها لازلنا نتحسس أو نتلمس الطريق
ماذا سيكون شكل ونوع الحكم؟ أجبني على هذا السؤال، من هذا الطرف الذي يرفض للليبيين أن يتسموا أو ينتسبوا إلى ليبيا؟ من هو هذا الطرف بالضبط؟ لا أنا لا أريد أن أتهم طرف بعينه في ليبيا. لا أنت قلت هناك طرف عاش فيه اتهام، هذا واقع، نريد أن تعبر لنا عن اسم هذا، لأنه في نهاية الأمر إذا كان الليبيون كلهم متفقون على شيء معين ثم يأتي شخص يخالفهم، الأصل أن يجتمعوا ضد هذا الفرد. أنت يعني بالك ذهب إلى، ممكن يكون الطرف هذا محلي ليبي، ممكن يكون الطرف هذا دولي، ممكن يكون الطرف لا بل لم يذهب إلى أي مكان. أنا سؤال بس، سؤال يعني من هو هذا الطرف الذي يريد أن يحرم الليبي من أن ينتسب إلى دولته؟ طيب أنا خلي الإجابة تكون أكثر حكمة دبلوماسية. أنا كمهجر وأنا كرجل فاقد أهلي وبيتي ووظيفتي 7 سنوات، من المسؤول عنها؟ يفترض أن تكون عنها مسؤولة الدولة الليبية، السلطات المركزية. لا توجد هناك سلطة مركزية قوية في ليبيا. وهذا كما قال الأستاذ قبل بداية الحوار، أن الليبيين استخدموا، تم استخدامهم كأطراف صراع، ويموتوا من أجل أن خيراتهم وكلمتهم تكون رهينة. هل أنت مع الأستاذ جمعة لما يقول نحن الليبيين نحن سبب المشكل؟ لا احنا اذا قبلوا بان يستعملوا بهذا المعنى، الليبيين جزء من المشكله وهم عامل رئيسي وجزء رئيسي في الحل. طيب لا يمكن استبعاد الليبيين، من قام بفبراير هم جزء من الليبيين، لا يمكن انكار هذه الحقيقه. طيب استاذ محمد عربي زيتوت، انت طبعا كنت دبلوماسي جزائري في ليبيا، اشتغلت مده طويله، تابعت الثوره من بدايتها، سافرت الى هناك، تابعت عن قرب حتى الاحداث، ويبدو الى حد الان ما زلت تتابع عن قرب ما يحصل. لو سالتك نفس السؤال الاخوه الليبيين، اللي هو اسباب هذا جذور هذا الصراع الذي نشهده اليوم على الساحه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله جميعا. الاسباب في الحقيقه هناك أسباب تاريخية نابعة من دولة الاستبداد. لم تكن هناك دولة في ليبيا، وإنما كانت مسخ يسمى دولة. كان هناك، أنا عشت فترة التسعينات هناك، كانت الدولة مختصرة في القذافي وفي من هو مقربين منه، وكان المجتمع تقريبا مقيد بكل ما تعنيه الكلمة، والخصوم السياسيين أو المنافسين السياسيين تم استبعادهم تماما، أحيانا استئصالهم، أحيانا قتلهم، وأحيانا اغتيالات حتى في الخارج. ناهيك على أنه فيما بعد حتى الذين كانوا قريبين مع القذافي أو الذين شاركوا معه في انقلاب، مع الأيام تم الإطاحة بهم والإزاحة بهم. وفي هذه لعل عبد السلام جلود أحد أكثر الأمثلة الذي أبعد تماما ابتداء من منتصف 92. فإذا فالاستبداد لا تتوقع أنه عندما ينهار الاستبداد، لأن الاستبداد مثل البناء الذي ينهار على أهله، عندما انهار على أهله، يعني البناء انهار على أهله، وبالتالي هم يخرجون من الركام، من ركام ذلك الانهيار الخطير المرعب. يعني انت معاه لما يقول ما فيش دوله في ليبيا الان؟ لا، الان ما فيش دوله بطبيعه الحال، الان ما فيش دوله، لكن حتى من قبل لم تكن هناك دوله، كانت دوله ممسوخه بكل ما تعنيه، مختصره في الزعيم المطلق. لما تقول دوله تقصد مؤسسات الدوله؟ لم تكن هناك مؤسسات. انا عايشتها وعايشت، وكنت نعرف الوزارات كلهم، نعرف الوزراء ورئيس الوزراء، وحضرت الاجتماعات كلها. لم تكن هناك، كانت هناك كفاءات بكل تاكيد، كان هناك اشخاص يحبون وطنهم بكل تاكيد، كان هناك اشخاص يسعون لانقاذ ليبيا من ذلك اللهو والبشاعه الذي مارسها القذافي، لكن لم تكن هناك دوله. يعني هذه شهادتي أنا كدبلوماسي جزائري عايشة فترة التسعينات، وأعتقد أنها كانت حاسمة خاصة مع الحصار ومع لوكربي إلى آخره. إذن هذا الركام فيما بعد بدأت الناس تتحسس الطريق، بدأت كانت هناك جرت انتخابات، كان هناك محاولات لبناء حكومة ولإعادة بناء الدولة، إعادة بناء مؤسسات المجتمع، مؤسسات، لكن سرعان ما وقع انقلاب في مصر. انقلاب مصر 2013 انقلاب مصر كان له تأثير كارثي على ليبيا، لأنه باختصار بسيط السيسي وهو الذي قتل أبناء شعبه أمام العالم في صيف 2013، كان رابعة والنهضة تقصد؟ نعم، رابعة والنهضة وأمام العالم، العالم أجمع شاهد ذلك. كان هناك فيما بعد تفكيره وفي خطاباته اللي يرجع لها في 2013، حتى لما كان مازال وزير دفاع كان يتحدث عن ليبيا، وكان قال أنه في تفسيراته للإرهاب المحتمل، لما طالب التفويض في أحدى تفسيرات خطاباته استمعت له، يقول أنه قصد الإرهاب الذي سيأتي من ليبيا. عسكر مصر إجمالا، وهذا قضية تاريخية تعود إلى بعيد،
وبعضهم الآن يطالب من أن بعض أجزاء المنطقة الشرقية هي مصرية. تجد في منشطات الإعلام المصري يتحدث على أن جزء من المنطقة الشرقية الليبية هي مصرية، ويتحدثون على أن هناك ظلم لمصر. وهنا طبعا المنطقة الشرقية جزء أساسي منها البترول، طبعا يعني ثروات كما تعرف ثروات. نعم. إذن وجود مصر، الانقلاب في مصر، الانقلاب في مصر لم يأتي هكذا. الانقلاب في مصر قادته قوى إقليمية ودولية هي التي قادت الانقلاب في مصر. وعندما قلبوا الأوضاع في مصر انقلب الربيع إلى خريف ثم إلى شتاء عاصف. نعم. فإذا بالربيع الذي تباهت به الشعوب وأرادت أن تخرج من تحت الظلم الظالمين وقسوة الطغاة ونهب الأوطان، إذا به تحول إلى شتاء ماطر وعاصف تقوده السعودية والإمارات ومصر، وأنا أسمي الأشياء بأسمائها كما تعود دائما، وهو يخدم في نهاية المطاف قوى خارجية سواء روسية أو غربية تريد لهذه المنطقة، لمنطقتنا كلها، أن تبقى كسيحة مقيدة خارج التاريخ، خارج الحركة، خارج الفعل، لأنها تعلم أن هذه المنطقة. وأنا أذكرك أن قبل قرنين مثلا كان الليبيون في هذه الأيام، مثل هذه الأيام في 1816 و17، كان الليبيون يواجهون الولايات المتحدة ويفرضون عليها الأتوات ويقودون البحر المتوسط مع الجزائريين. هذه فقط لإعطاء أن الخلفية في الحقيقة، وإن كان هذا الوضع السائد اليوم ربما أدوات ليبية في أكثر منه، لكن في الحقيقة خلفياته أنظمة طغيانية لا تريد للشعوب العربية وغير العربية في المنطقة أن تتحرر، وأنظمة دولية تريد أن تستمر سيطرتها. نعم أستاذ جمعة، بناء على الكلام اللي داري لحد الآن، ويبدو أن هناك اتفاق أن الشعب الليبي اعترف في هذه الأزمة، لماذا هذا الاستعداد؟ يعني حصلت نفس المشاكل مع دول أخرى ربما، لكن الشعوب عادة كانت ترفض التدخل الأجنبي، كانت ترفض التدخل الأجنبي حتى الذي كان لصالحها على اعتبار أنه سيتحول بعد ذلك إلى ابتزاز. لماذا وجدت هذه القوى سواء كانت إقليمية أو دولية من يستجيب لها في داخل ليبيا؟ هل لأنها الطمع؟ هل لأنه غياب الثقافة السياسية؟ هل لغياب المؤسسات التي أشار إليها سي العربي زيتون قبل قليل؟ ما هي الأسباب التي جعلت بعض الليبيين، ليس كلهم طبعا، يستجيبون لكن مع الأسف ليبيون متنفذون يعني، وما نراه دليل؟ نعم بالتأكيد، بداية لابد أن نفرق بين جذور ومسببات الأزمة الليبية الحالية وبين عوامل استمرارها. نعم. الجذور والمسببات تكلمنا عنها، وهي غياب الدولة، غياب المؤسسات. المؤسسات والدولة التي بنيت في 18 سنة من العهد الملكي بعد ميلاد دولة ليبيا الجديدة المستقلة عام 51، حيث كانت هناك صحافة مستقلة، كان هناك مجتمع مدني مستقل، كان هناك قضاء مستقل، فصل بين السلطات، سلطة تشريعية، مجلس نواب منتخب، سلطة تنفيذية، حكومة، دستور واضح المعالم، الحياة الاقتصادية، حرية الاقتصاد، حرية الكسب، حرية التجارة، كل هذه معالم الدولة والمؤسسات على مدى 42 سنة مسحها القذافي مسحا تاما. ونحن ورثنا في 2011 بناية قديمة متهرئة جدا آئلة للسقوط، وتكاد أن تسقط، وكان من السهل جدا أن تسقط وسقطت. الآن نحن أمام تحدي أن نمسح أثار هذه البناية المنهارة بالكامل، ونجهز الأرضية لبناء بناية جديدة قوية، دعائمها قوية جدا لا يؤثر فيها حتى الزلازل. أي بمعنى نبني دولة قوية، دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة دستور، دولة حريات، دولة عدالة حقيقية، دولة مشاركة حقيقية للجميع. نعم. مشاركة سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها. هذه أكبر مسببات. إذن نحن ورثنا فراغ، وهذا الفراغ نحن الآن عاجزون على ترتيب الوضع الجديد. ما الذي زاد في عدم قدرتنا على ترتيب الوضع الجديد؟ هو التدخل الإقليمي والدولي. 60%، أنا أستطيع أن أجزم أن 60% من أسباب استمرار الصراع والتشتت والعنف في ليبيا هو التدخل الإقليمي والأجنبي، و40% ربما عوامل داخلية. لماذا نجح التدخل الإقليمي والأجنبي؟ لسببين. السبب الأول أن هذه الأطراف الإقليمية والدولية لها أجندات
خاصة بها في ليبيا وتريد أن تمرر هذه الأجندات وتريد أن تفرضها. ونحن نتكلم عن دول عربية وكما قال أخي محمد العربي وذكر أسماء بعض هذه الدول، لا تريد لليبيا أن تنجح كنموذج ديمقراطي تنموي متميز في العالم العربي، لا تريد للديمقراطية أن تنجح في ليبيا. ليبيا تملك مقومات الوحيدة في شمال أفريقيا التي تملك مقومات أن تكون سوق اقتصادي وتنموي كبير جدا ينافس ويأخذ ويسحب البساط من تحت نماذج اقتصادية موجودة في الخليج معروفة والجميع يعرفها جيدا. هؤلاء الأطراف العربية للأسف الآن يغذون الصراع في ليبيا. في 2016 أوباما دعا رؤساء دول خليجية إلى مؤتمر في أمريكا وقال لهم بالحرف الواحد: توقفوا عن صب الزيت على النار في ليبيا. إذن الرسالة واضحة، واضحة جدا. أطراف تغذي هذا الطرف وأطراف تغذي الطرف الآخر. إجابة لسؤالك مباشرة، للأسف هناك ضعاف النفوس محبي السلطة في ليبيا الذين يريدوا أن يصلوا إلى السلطة وإلى المال بطرق غير شرعية وغير قانونية، ليس من خلال دستور وقانون وصناديق انتخاب وشفافية ومحاسبة، يريدون أن يصلوا إليها بأسرع الطرق وبطرق غير قانونية. هؤلاء اعتقدوا أنهم باستقوائهم بأطراف إقليمية ودولية يستطيعوا أن يسيطروا على ليبيا ويحكموها وبالتالي يضعوا أيديهم على ثرواتها بالكامل، ولكن هذا الخيار خيار فاشل، خيار بائس، ولا يمكن أن ينجح. كل ما يستطيع أن يقوم بهذا الخيار هو استمرار المعاناة والقتل والدماء والتفرق والتشتت في ليبيا، ولكنه لن ينجح في نهاية المطاف. هذه الأطراف الصغيرة سواء كانت أطراف عسكرية أو إيديولوجية أو مدنية هي السبب. وأنا أسمح لي في كلمة أخيرة أقول لك اليوم، أنا أرى أن هناك ثلاث مشاريع أساسية تتصارع في ليبيا: المشروع العسكري الذي يريد أن يعود بنا إلى حكم عسكري مطلق على رأس الهرم شخصية عسكرية عبر الحسم العسكري ما يحصل، ويحكمنا عسكري بحذائه العسكري يكون هو رأس الهرم، يأمر ولا يؤمر، يسأل ولا يسأل، ويحكم بحكم مطلق. يريد أن يعيدنا إلى ذلك وهو معروف. وأيضا نموذج حكم إسلامي متطرف يتمثل في داعش والتنظيمات الإرهابية، التنظيمات المتطرفة التي ترى أن لها رؤية متكاملة للدولة والمجتمع بما يروه أنه رؤية إسلامية وهي قراءة خاطئة وفهم خاطئ للإسلام الصحيح. والمشروع الثالث هو المشروع المدني الديمقراطي الذي أجزم أن الغالبية العظمى من الليبيين يريدونه ويدعمونه، وهو دولة مدنية ديمقراطية دعائمها الدستور والحريات وسيادة القانون والعدالة وحقوق المواطنة، والجميع أعتقد الغالبية العظمى يريدون ذلك. هذا الصراع بين هذه الثلاث نماذج هو الذي سيحسم في ربما في السنوات القادمة. النموذج الإسلامي المتطرف يكاد يكون حسم الآن وهزم في سرت وفي غير سرت، يبقى المشروع العسكري أمام المشروع المدني الديمقراطي. أستاذ دكتور عثمان، هل توافق ما ذكر خاصة سيدي جمعة القماطي أن هناك من أهم الأسباب لاستمرار هذا الصراع هو هذه القوى الإقليمية والدولية التي تلعب في ليبيا والتي تحول دون أي توافق؟ هو لا شك أن أبدأ من أن هناك أيضا قوة أخرى أو تيار آخر يحاول أن يجعل من ليبيا نموذج المدينة الكبيرة، أي وهو التيار الجهوي والذي يريد أن يزرع أبنائه في كل مراكز السلطة في الداخل والخارج، صنع القرار في المؤسسات المختلفة. وهذه طبعا مرفوضة من عموم الشعب الليبي، أن تحكمه مدينة ما أو يحكمه شخص ما أو يحكمه تيار ما. ليبيا كما قلنا لن تكون إلا دولة مدنية مستقلة ذات سيادة تحكم من خلال التداول السلمي للسلطة من صندوق الانتخابات، ويجب أن نحترم صندوق الانتخابات ماذا سيفرز في المستقبل القريب. هذا الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات. طب أنا أحكي لك على عملية الاختيار، من يحكم ليبيا انتخابات. من يحكم ليبيا سيحكم من يفرزه الصندوق الذي هو الوسيلة التي يعبر بها الغرب. جاءت المحكمة العليا وألغتها يعني في نهاية الأمر. لا هذا يعني موضوع يعني آخر يعني بمعنى أن هناك مسارا طويلا ينتهي بالانتخابات وبالصندوق. نعم هذا المسار الذي هو هو هو, هو حتى ولو تكلمنا على هذا العملية الديمقراطية بعدم وجود دولة آمنة مستقرة فيها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية والأمنية فعلة والضبطية فعلة، لن تكون هناك ديمقراطية ولن تكون هناك عملية سياسية في ليبيا. لكن أمام هذا التجاذب وأمام هذا حالة الهيجان وعدم التعريف المحدد لليبيا تترعرع دواعش المال العام، غير حتى دواعش
الدين والتوجه الديني، هناك أيضا دواعش من دواعش المال العام، هناك من يريدون فقط اغتنام الفرصة والاستحواذ على أكبر قدر من الأموال، والدليل أن مصرف ليبيا المركزي في 2011 كان في 400 مليار دينار ليبي ومجنب 24 مليار و600 مليون. لا لا هذا 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 يعني انت لست موافق على هذا الرقم؟ لا هذا غرافا يا اخي، انا لا اريد غير صحيح الرقم يا سيد سمير. طيب انا لا اريد ان يثبت قولي الذي يثبت قولي من فيه السيد محافظ مصرفي المركزي، كم كان في مصرفي المركزي، كم كان في المجند، كم كان مجمد، كم كان في محفظه المؤسسه الليبيه للاستثمار. نحن لدينا الخير الكثير، ولدينا الرقعة الجغرافية، ولدينا الموقع الجغرافي المتوسطية، ولدينا إمكانيات بإمكاننا، فقط نحتاج إعادة تنظيم الليبيين وقدرات الليبية من الداخل. وإذ هذه القدرات الليبية التي أنا أتحدث عنها والتي أعنيها، وهي التي وضعت الوطن ديدنها وطريقها للوصول إلى ذلك الهدف السامي وهو الليبي للجميع وبالجميع، حينها لن يكون هناك فينا أذن تصغي إلى دولة إقليمية ولا دولة دولة. لكن الآن أمس يا سيد يا سيد السراج، أنت رئيس حكومة الوفاق الوطني، تطلب القوة الأمريكية وتطلب الأمريكان لضرب داعش في سرت، وهو أمر ضرب داعش أينما كان، مثلما ضربت القوات المصرية معاقل الإرهاب في درنة أيضا بنفس القياس. لماذا هناك ترحب وتطلب وهنا تدين وتجذب؟ فبالتالي ازدواجية المعايير سواء المجتمع الإقليمي أو الأفريقي أو الدولي هذه مرفوضة. وحتى نعي نحن كليبيين هذه الدروس، علينا أن نعود في ترتيب البيت الداخلي. لدينا قدرات في كل المجالات السياسية موجودة. المشكل كيف طبعًا. نعود علينا أن نعود. إذا أنت سألتني الآن كيف نعود، طلبت مني الإجابة، طلبت مني الإجابة. هذا سيكون في الجزء الثالث والأخير من الحصة، هو كيف فعلا نوفر شروط تسوية سياسية تنقذ الوطن الليبي، لأنه كما قلت أنت الآن دولة انهارت، وربما لا قدر الله هذه الرقعة كذلك معناتها ما تبقى كما هي. صحيح. الآن صحيح. لا قدر الله. صحيح. يعني أستاذ محمد العربي، لو سألتك عن أسباب تواصل واستمرار هذا الصراع بعد هذه اللمحة عن جذوره وكيف نشأ، ما هي الأطراف والأسباب التي تتركه بهذا الشكل ملتهب يعني الوضع في ليبيا إلى اليوم؟ هناك أسباب جاءت من مرحلة القذافي. مرحلة القذافي كان هناك استهداف القبائل فيما بيناتها، استعمال القبائل في الصراعات، ضرب قبيلة بقبيلة، خلق نفور قبلي وصراعات قبلية، وكان هو يريد أن يظهر وكأنه الوسط الذي يحكم هذه الصراعات. وطبعا نوع من التوتير ونوع من العنف دائما يخدم المستبد، المستبد يحتاج دائما إلى حد معين من العنف حتى يظهر للمجتمع من أنه هو الراعي لذلك. ولذلك أنت لا تستغرب أن تجد بعض الناس الآن يترحمون على أيام القذافي، لا يفهمون أن في الحقيقة ما يعانونه جزء رئيسي منه نابع من تلك الفترة، هم الآن يدفعون النتائج لتلك ليبيا مش جزائري. هو شغل هناك وكان قريبا. نعم. فهذه واحدة من الإشكالات. الشيء الآخر هو أنه نعم حدثت محاولات بين الليبيين لبناء بدايات جنينية في 2011-2012 بالانتخابات التي جرت. نعم. تدخل الخارجي، القوى الإقليمية لا تحارب ليبيا فقط لكي تهدمها ولكي تظهر للشعوب أن أي تحرك ضد الطغاة، أي تغيير ضد الطغاة سيؤدي بكم إلى ليبيا وسوريا، وانظر وأنت تسمع هذا الخطاب دائما. نعم. إلى الفوضى. ولكن أيضا لديها أسباب تجارية واقتصادية. يعني أنت الآن في عواصم هي في طرف العالم العربي، جزر لم يكن يسمع بها أحد. نعم. صحاري قاحلة أصبحت تبدو وكأنها هي صاحبة الرأي، صاحبة الشأن في المنطقة العربية. يعني انظر للعواصم، عاصمة مثل الجزائر، مثل طرابلس، مثل القاهرة، مثل سوريا، مثل بغداد، دمشق، بغداد، قلب العالم الإسلامي، قلب البحر المتوسط، وسط العالم، خارج المعادلة. لا تكاد هذه الدول الخمس الآن إما غارقة تماما مثل السوري والعراقي، إما في طريقها للغرق المثال المصري وللأسف الجزائري، إما بين الغرق وفي الطريق للغرق المثال الليبي. كيف يكون ذلك؟ في الحقيقة هناك قوى خليجية لا تريد لهذه المنطقة حتى لأسباب اقتصادية وتجارية أن تنهض. كيف تكون مرور الطائرات تصبح أبوظبي، دبي، الدوحة
هي مرور للطائرات العالمية في اتجاه العالم الآخر، وتصبح طرابلس والجزائر والقاهرة لا يكاد يمر بها أحد، لأن فيها عنف وفيها إرهاب وفيها طغيان وفيها ديكتاتورية. هذه الأشياء كلها تداخلت ما بين البعد الإيديولوجي، ما بين كراهية الشعوب وكراهية الحرية لهذه الشعوب، ما بين البعد التجاري المركنتيلي هكذا. هذا ضف إلى ذلك أن العالم الخارجي في واقع الأمر مختلف حول ليبيا. تجد مثلا إيطاليا اليوم تدعم حكومة سراج وبقوة، بينما تجد فرنسا تدعم حفتر وبقوة، بريطانيا أميل إلى إيطاليا، روسيا مشتركة مع الفرنسيين في دعم حفتر، أمريكا حتى الهولنديين الآن يتنافسون على الهولنديين. إدارة الملف الليبي نزعوا من إيطاليا كذلك، وهذا لأسباب، لأن إيطاليا تريد نوع من الاستقرار لشركتها البترولية، بينما روسيا تريد مزيد من الحرب لبيع أسلحتها على سبيل المثال. الولايات المتحدة أيام أوباما كان بين الموقفين، ترامب الآن لا أحد يعرف، وإن كان لا يستبعد أن يكون أقرب إلى الموقف القريب من إشعال الفوضى. وهذه قريب الموقف المصري، قريب الموقف المصري، وأنت تعرف أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي ما كان للسيسي أن يقوم بهذا القصف. والتواطؤ مجلس الأمن، لم تسمع كلمة واحدة مما يسمى بمجلس الأمن من أن دولة تقوم بقصف دولة أخرى هكذا، لا كلمة واحدة. وحتى المبعوث الأممي لم يندد ولا شيء، يعرب عن قلقه أصلاً، ولا شيء، حتى القلق ربما لم يعرب عنه. أي نعم. فمما تجد أن هناك صراع، صحيح تنافس بين هذه القوى الكبرى، لكنها متفقة على شيء، ألا ينهض الشعب الليبي، ألا تنهض ليبيا، ألا تنهض المنطقة. هذه هي اللي لابد لإخوان الليبيين وغير الليبيين في الحقيقة أن يفهموها. واضح. أن البعد إقليمي دولي، وأنكم لا تكونوا أدوات لهذا الصراع، أنكم من الأفضل أن تنظروا للصورة الشاملة الكاملة، أنكم لا تتخندقوا في زوايا هكذا وكل واحد يقبض. الكل إذا استمر هكذا سيغرق. أكيد. يعني بمعنى ما يقوله سي محمد العربي، وكأنه الجميع الآن المتسبب، الجميع نقصد قوى إقليمية، قوى دولية، هي التي تشتغل على إدارة الأزمة وليس حل الأزمة لأنها مستفيدة. يعني بالتأكيد، يعني يؤسفني القول أن بعض الدول الأوروبية هي أكثر حرصا على أن تكون ليبيا موحدة ومستقرة ولا يوجد فيها عنف وفيها حكومة مركزية قوية أكثر من أطراف عربية، ليس لأن الأوروبيين يحبون الليبيين ويريدون لهم الخير، ولكن لأنهم يدركون أن مصالحهم تتطلب ذلك. أي نعم. يعني إيطاليا يهددها خطر الهجرة الغير شرعية بمئات الآلاف كل سنة، ويهددها وصول الإرهابيين من سواحل ليبيا من سرت وغير سرت، وفرنسا كذلك وبريطانيا، فمن هذا الباب هم حريصون على، بينما دول إقليمية وعربية وإسلامية نشترك معها في العقيدة وفي الدين وفي كثير من الروابط الاجتماعية والثقافية وغيرها، نجدها تصر على تغذية الصراع وعلى استمرار الصراع والتشتت في ليبيا تماما كما قال أخي محمد العربي، لأن تخشى أن تكون ليبيا نموذج ريادي متميز في المنطقة. أخي سمير، ما يميز ليبيا عن إخوتنا في تونس وفي مصر أن ليبيا تملك مقومات اقتصادية هائلة جدا، والاقتصاد رافد مهم لنجاح العملية السياسية ولنجاح الديمقراطية، وبالتالي ليبيا مؤهلة أن تنجح كنموذج ديمقراطي تنموي اقتصادي متميز في المنطقة، تأخذ الأضواء من جميع النواحي، من النواحي الاقتصادية والتجارية ومن النواحي الديمقراطية والسياسية كذلك. هناك أطراف عربية تخشى من هذا النموذج وتصر على أن لابد أن يؤد، يعني يتم وأد هذا النموذج قبل أن يولد، ويكون ذلك من خلال تغذية الصراع في ليبيا بالمال وبالسلاح. الضخ الإعلامي الآن من قنوات ليبية أنا أعتبرها مأجورة، تمول بالكامل من دولة عربية خليجية، هذا الضخ الإعلامي ليس إلا إعلام فتنة يوميا يضخ للشارع الليبي وللمواطن الليبي البسيط. طيب. كل ما هو يثير الفتنة والفرقة والتشتت. أستاذ الدكتور عثمان، يعني ونحن نتحدث على الأطراف التي تساهم في بقاء واستمرار هذه الفتنة في داخل ليبيا وعدم البحث عن حل حقيقي وجذري، هناك الإشارة دائما تقع إلى مصر أساسا، خاصة لأنها تدعم، البعض يقول هكذا، لأنها تدعم طرفا على طرف آخر، هي في الاجتماعات دول جوار ليبيا مثلا الأخير اللي حصل في الجزائر، هي مع الحل السياسي، مع مخرجات اتفاق الصخيرات، مع بعض التعديلات، هذا في الإعلام،
لكن على الأرض تدعم خليفة حفتر، والضربة الأخيرة هي دليل على ذلك. استهدفت أماكن قالوا أنها ليست لإرهابيين في حق الأمر، وبعد مباشرة بعد يوم أو يومين من ضربة درنا بدأ الحديث في مواقع حتى ليبيا على الاستعداد إلى حملة عسكرية برية لخليفة حفتر، وكأن الضربة الجوية كانت تهيئة ومساعدة لهذا الرجل. والبعض يقول أنه في ليبيا عدد كبير من الليبيين متفق على أن مصر تلعب أساسا دورا مهما في تعقيد الأزمة الليبية. اسمح لي قبل أن أجيبك، هو كان الحلقة عندنا مسار الحلقة أن تكون على مركز على مصر، وحتى السيد العربي عندما ضرب أمثلة كان مركز على مصر، لم يضرب أمثلة في نموذج الحكم في الجزائر وكيف هو. ولا أريد أن أستطرق على الجزائر ونموذج الحكم بعد مصر، الجزائر خلال هذه الفترة وما هو مستوى معيشة الناس. بالتالي أنا أي ألم وأي أنين في أي لأي مواطن عربي في أي قطر عربي هو كما أنا أن في ليبيا. لأنك تظن أني لا أنا أنا أنا, أنا 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 لا أنت مش من الجنرالات، لكن أقوى من الجنرالات. لكن أدعمك. لحن سنأتي الموقف الليبي. أنا مستغرب أنك تعمل دبلوماسي في ليبيا ولم أسمع هذا الرأي عندما كنت في ذلك الوقت تعمل في ليبيا، سمعته له الآن. لكن هذا حرية ولك حرية الرأي. طيب خلينا في عموما أنا لا أريد أن أتحول دفاعا عن أشخاص أو على دول. من حقك أن تدافع على من تشاء. لا لا لا, لا ليست مسؤوليتي عادية. عندما أفتح مكتب محاماة حوار سوف مفتوح. أدافع عن الدول وأدافع عن الأفراد. أنا أدافع عن وطني بلدي ليبيا، ومن يدعمني في هذا الاستقرار وفي هذا التحول السياسي السلمي أن يكون الليبيين مالكي أمرهم واستقلالية قرارهم محلي ويعيشوا بخيراتهم هو هذا اللي بيننا. حتى الشيطان لو يقول لي أنا سنساعدك في الأمر سنذهب نذهب. طيب أنت رد على هذا السؤال. وقلت معمر قذافي النار. خلينا نرجع لك شوي. رد لي على هذا السؤال. هناك ليبيين يقولون أن مصر لا تلعب دور إيجابي في حل الأزمة. وهناك ليبيين يقولون أن مصر لها دور محوري وتلعب في دور إيجابي. كيف؟ جاوبني إذن كيف؟ أنت تتكلم أولاً. احتضان مصر للاجتماع الأخير للإعلاميين والمثقفين والأدباء، احتضان مصر للاجتماع الأخير للقادة العسكريين حتى من فجر ليبيا ومن بليان المرصوص ومن ضباط محسوبين على حكومة الوفاق الوطني كانوا موجودين، بما فيهم مثلا العقيد سالم جحيم من مصرته، هذا من أكبر الشخصية كان موجود في مصر. مصر تحاول، والمحاولة والاجتهاد والنجاح التوفيق بإذن الله عز وجل. هو داخل المحاولة هذه؟ نعم. استهداف درنا؟ لا، ما هو انت لا تقفز اخي سمير على مثال. اذا اردت استهداف درنا دائما في الموقف المصري. اردت انا متوقع ان هذا الامر سنندرج ليه في الحوار، ولهذا السبب انا جبت لك الفصل السابع من الميثاق الامم المتحده والماده 51 شن تقول. واول امس في 2011 اصدر مجلس الامن قرار 1970-73 وضرب القوات العسكريه الليبيه القوات المسلحه الليبيه بدعوه بعض الليبيين. هل ذلك لا نسميه تدخل خارجي؟ واليوم مصر ردت وفق الميثاق الأمم المتحدة، لأن أبنائها ورعاياها تعرضوا للذبح وللاغتيال في سرت وفي الجفرة وفي طرابلس وفي ولما تعرضوا إلى الذبح في سرت. وبالتالي بعد القمة العربية أنت ممكن في التحليل تقول ما تشاء، أما في المعلومات لا تمرر معلومات خاطئة. لا يمكن تمرير معلومات خاطئة. أنت لما تعرف جيدا أنه لما وقعت عملية الذبح المدانة هذه في خليج سرت من قبل تنظيم الداعش، الطيران الحرب المصري قصف مباشرة سرت وقصف تجمعات ورد مباشرة وقال رددنا لأنهم قتلوا أبناءنا. ما علاقة المنيا والجريمة البشعة هذه ضد المسيحيين طبعا والمدانه في المنيا، ما علاقتها بدرنا؟ وهذا السؤال يقع هذا السؤال استاذ سمير، هذا رد عليك انت وقناتك، لان هناك معلومات استخباراتيه وامنيه لا تعرفها انت ولا نعرفها انا. حتى بصفتي اللي تفاعل مع الملف الليبي هناك معلومات على يقين ان الجماعات اللي في درنا لها علاقه بالجماعات اللي في سرت، لها علاقه بالجماعات اللي في الجفره. وهذه الجماعات انا راني على فكره انا في النهايه بكل ليبي وادين اي تدخل خارجي واي ضرب بيت ليبي، لكن هذا التدخل الخارجي ليش حسبناه في 2011 من حسبناه في 2017 ما نحسبوش في 2011؟ ليش ما نحسبوش في لمس في تدخل القوات الامريكيه في ضرب داعش؟ لانه تنظيم ارهابي، بالتالي اذا هو الارهاب واحد فعلينا محاربته جميعا
يهود نصارى مسلمين يحارب الإرهاب الواحد. من أعلن درنا تنظيم إرهابي يعني؟ هل تعرف أن درنا فيه من القيود والتعقيدات الاجتماعية وأولياء الدم والقضايا التي لا يستطيع بعض أهالي درنا وحتى أن يتكلموا على هذه الجماعات المتطرفة؟ من طرد داعش من درنا؟ من أخرج داعش من درنا؟ كيف من أخرجها؟ تقصد ضربها هزمها ولا من أخرجها؟ طردها بجحافلها 60-70 سيارة خرجت من درنا باتجاه سرت 600 كيلومتر لم يتعرض إليها أحد. لبيين. لا من أخرجها؟ سيدي أنا ما تحصرنيش في زاوية. مو هذا السؤال حتى نفهم. أنت تريد أن تدين مصر في ضربها ل ل لا 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 أتحدث ليس على مصر. لماذا ضربت معاقل الإرهاب في درنا؟ هل لديك إجابة؟ ليس لديك إجابة. أنا أقول لك الإجابة، لأن هناك تنظيمات إرهابية هي سبب خلخلة الأمن في الحدود المصرية الليبية، وبالتالي هؤلاء الناس هذه الدولة دولة جارة ولنا يعني من حق. أنتم قابلين أنتم بالدخول ولنا لها علاقة وطيدة وهي الامتداد للليبيين اللي في شرق ليبيا، وكل الناس اللي تعالج تمشي هناك اليوم تقعد تذبحوا في أبنائها. من حق القيادة السياسية والدولة المصرية أن ترد على هذا العدوان، وحتى ولو كان في حدود دولة أخرى، وهذا منصوص عليها وفق المواثيق الدولية. بمعنى أنه أنتم معاد تدخل هذا القصف في درنا؟ لا، نحن ليس لا بأس. سيدي لا تقول لي ما لا أقول. نحن سألتك أي تدخل سألتك خارجي في ليبيا، لكن هذه العمليات النوعية محددة الهدف والزمن اللي باتفاق مع القيادة العامة للجيش الليبي ومع المخابرات الليبية ومع القيادة السياسية الليبية، أنا لست أعلم من القيادة اللي صنعت القرار في ليبيا. طيب. السيد السراج ندد وشجب. نعم. لماذا جلس مع المشير خليفة حفتر في الإمارات إذا كان هو عارف أنه ما هوش قادر يربط حزامه؟ إذن لا، هو ندد على اعتبار أنه يقول أنه ليس ضد استهداف هؤلاء، يأخذ من يقول أنه يقع تنسيق معه على اعتبار السلطة المعترف بها دولية. هذا هو ما قاله. هذا الإرهاب بيأكلنا كلنا إذا تم اجتثاثه وضربه من الآن. يعني لا بأس أن يوم آخر لما تتدخل الجزائر في عمق التراب الليبي. لا الدفاع لا سؤال لا بأس. قاتل على الحدود الليبية الجزائرية يوم حد يمشي ليجي يعني من الغد، وتونس جارفة الحدود الليبية التونسية وما يقدرش حد يمشي ليجي. اسمع، يعني من غد لما تجي القوات المصرية داخل التراب الليبي بحجة الدفاع عن أمنها القومي، هذا كلام مقبول؟ لا هذا مرفوض. هذا طيب يعني؟ لا هذا مرفوض. يعني أنت قلت لابد من استهداف الإرهاب. أنت الضربات الجوية المصرية. نعم. أي تدخل للقوات المصرية خارج مصر بالقانون المصري والدستور المصري محدد كيف تصير هذه العملية، فيها برلمان وفيها مجلس الشعب وإلى آخره. العمليات الجوية الضربات النوعية المحددة اللي وفق معلومات استخباراتية وتقارير دقيقة حتى مجلس الأمن يعرف هذه الضربات قبل وقوعها، هذه الغرب لازم إرهاب تواجهها كيف. لكن أي تحرك عسكري لليبيا عسكري بري طبعا ممكن الليبيين ينوضوا ضده بالكامل. ما تعليق أستاذ جمعة؟ بس للتوضيح للمشاهد الكريم. نعم. أن حادث المنيا المدان كما قلت البشع المرفوض الذي استهدف إخوتنا مصريين سواء كانوا مسيحيين أقباط أو سنة. نعم. هذا الحادث لا علاقة له بدرنا أو بمجموعة داخل درنا. عضو البرلمان المصري حاليا من منطقة المنيا وهو مسيحي قبطي، عماد جاد، في 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 مداخلة تلفزيونية موجودة الآن على اليوتيوب يقول بالحرف الواحد لدينا معلومات، وهو ابن المنطقة وابن المنيا، أن الذين قاموا بالعملية هم من المراكز المحيطة بمدينة المنيا وهم مصريون، وقال بالحرف الواحد الموضوع ده لا علاقة له لا بليبيا ولا بدرنا. السيسي أراد أن يصدر عجزه الداخلي في حماية مواطنيه وأزمته إلى ليبيا، وأراد أن يدعم مشروع خليفة حفتر العسكري. النقطة الثانية والأساسية. لا في كلامك، حتى أحد النساء التي كنا في الحافلة. نعم. جاءت شهادتها موجودة في اليوتيوب، رأيتها تقول كان المجموعات لابسين الزي المصري الجيش المصري ويتكلمون اللهجة المصرية بنفس الاتجاه. أي. التوضيح الثاني أن التدخل العسكري الجوي في 2011 كان بقرار من مجلس الأمن 1973 بشرعية دولية، وشاركت فيه أكثر من 45 دولة منها دول عربية وإسلامية. التدخل الأمريكي الجوي في قصف داعش في سرت كان بطلب رسمي من الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها بالعالم وبالأمم المتحدة، وهي حكومة الوفاق الوطني. التدخل المصري اختراق للسيادة الليبية، لأنه لم يأتي بأي بناء على أي طلب رسمي من حكومة ليبية سيادية، ولم يأتي بأي قرار من البرلمان في طبرق.
كان على باله والمشير خليفة حفتر كان على باله يعني ونسقوا معهم يعني البرلمان لم يطلب لا لا أخي سمير لنوضح الأمور ربما حفتر طلب أما وحفتر لا يملك ليس هو رئيس ليبيا ولا يملك السيادة السياسية في ليبيا حتى يطلب أما البرلمان في طبرق فأؤكد لك أنه لم يطلب أي طلب رسمي من مصر بقصف لماذا لم يديني لماذا لم يديني أدان يا أخي هناك خرج بيان هنا البرلمان مشتت البرلمان مشتت إلى 3 أو 4 كتل منهم 71 عضو مجلس نواب موجودين في طرابلس بيانهم واضح يدين هذا القصف المصري لمدينة درنة ملاحظة تفضل صفة القائد الأعلى للجيش الليبي متمثلة في رئاسة مجلس النواب بموجب الإعلان الدستوري وبالتالي من العبث السياسي أن نقوله أن مجلس النواب ليس له علاقة وليس له علم هذه الصفة انتهت بعد توقيع اتفاق السخيرات خلاص اتفاق السخيرات اتفاق السياسي هو حكومة الوفاق التجور حاكم في طرابلس برو لا الاتفاق السياسي ينهي صفة أن عقيلة صالح هو القائد الأعلى عندما يدستر عندما إلى عندما يدستر الاتفاق السياسي عندما يدستر وتصبح وثيقة دستورية لا محلية ليبية لا نزيف الواقع هو يشير في شيء آخر هذا لا زال مقترحا حتى حكومة الوفاق لا زالت هو يشير لأن البرلمان لم يوافق على اتفاق السخيرات العالم يعترف دليل يا سيد سمير 4 أحكام قضائية من محاكم ليبية مستقلة حكمت ببطلان قرارات للمجلس الرئاسي من وعقيلة صالح وعقيلة صالح لم يخرج صفة قانونية لا ما تنسى كذلك المحكمة الدستورية العليا في البلاد أبطلت البرلمان كله لا لا لا, لا الفقرة الفقرة قانون الانتخابات وبناء عليه أبطل البرلمان لو سمحت من فضلك كذلك حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في آخر فقرة له يقول الطعن قبول الطعن المقدم من السيد المناعي بشان الطعن في المادة 30 الفقرة 10 مادة 30 نعم اختيار رئيس الدولة وليس ولم تمس مجلس النواب اطلاقا لا من بعيد لا من قريب انا يؤسفني يؤسفني اخ سمير ان مواطن ليبي يرحب بقصف دولة اخرى لبلده حتى وان كانت عربية جارة والله هذا امر مؤسف اقسم بالله لا انا لم يقل هو لم يقل هو قال لا ارحب كما اننا يعني. كما اننا لا نقبل لا نقبل ان نعتدي على اي دوله جاره لا نقبل أن نحن كليبيين لا نقبل ان نعتدي على سياده اي دوله جاره ولدينا 6 دول ولدينا 6 دول جاره 4 عربية و2 اسلاميه هؤلاء الدول الجاره لا نقبل ابدا ان نخدش سيادتهم ونخترقها ونعتدي عليها طبعا خلينا سيدي نهدوا الجو شوي ونحكم مع سي محمد العربي زيتوت على الموقف الجزائري الموقف الجزائري من الازمه في ليبيا يصفه الكثير انه ضبابي غير واضح البعض يتهم الجزائر أنها تسعى لتوفير غطاء سياسي للمتشددين في ليبيا لماذا قال لاستعمالهم كتابور خامس يحفظ يعني يحفظ هذه المنطقة لماذا الموقف الجزائري مضطرب ومتهمة بأنها تدعم طابور خامس اللي هي الجماعات الإسلامية أساسا هو الموقف موقف النظام الجزائري حتى نكون دقيقين يعني لأن الجزائر مغيبة نتيجة نظام حكم دكتاتوري استبدادي نظام حكم دكتاتوري استبدادي انقلب على إرادة شعبه وخاض حرب قذرة ضد شعبه وبالمناسبة أنا في 95 غادرت لأن الدولة الجزائرية أصبحت في يد كمشة من الجنرالات قامت بقتل شعبها وتركت وظيفتي وتركت كل شيء لعلمك لكن قول الحق يقال يعني بالنسبة للموقف ضبابي لأن هناك أكثر من طرف في اتخاذ القرار لأن الرئيس مغيب تماما عاجز تماما كما تعلم ولأن هناك أجنحة ليست لها تصور واحد هناك جناح يستخدم دائما التطرف والجماعات التي تنحو إلى التطرف يملأها تطرفا حتى يستطيع تحريكها كلما زاد التنطع والتطرف كلما سهل اختراقه هذه القاعدة المركزية التي خرجنا بها في 25 سنة لكن حتى نكون عادلين وأنت تعرف موقفي من النظام الجزائري موقف النظام الجزائري أقل بؤسا وأقل سوءا من مواقف الدول الخليجية خاصة الإمارات ومن موقف عسكر مصر يعني في نهاية المطاف لم يتدخل بسلاحه لم يتدخل بطائراته لم يتدخل نعم لديه حسابات حساباته الرئيسية هو نظام طغياني هو نظام جاي من انقلاب لا يريد لليبيا أن تحكمها دولة مدنية دولة بإرادة شعبها يريد لها أن يعطيها مثال النظام الجزائري انظروا إلى ليبيا كثير من الجزائريين يرعبهم ما يحدث في ليبيا وما يحدث في سوريا
يعني يهموا النظام الجزائري، يهموا تبقى ليبيا هكذا، يهموا تبقى هكذا، لكن بشرط صراحة حتى نكون عادلين، يعني هو لا يريد للأوضاع أن تذهب بعيدا، بمعنى يريد مسيطر عليها، مسيطر عليها بمعنى إدارة الأزمة، إدارة الصراع. وهذا موقف في الحقيقة موقف يشترك فيه مع بعض الغربيين، بعض الغربيين يريدون إدارة الصراع، خاصة الذين يبيعون السلاح. إلا الليبيين يحبوا يحلوا مشكلة في الحقيقة، الموقف لا يدير الصراع بس لا صراحة يعني. لا شوف أنا يعني موقفي واضح من الآخر، لكن الموقف الإيطالي أقل سوء، نكون صريحين، لكن الموقف الإيطالي أقل سوء مش لمصلحة الشعب الليبي، لمصلحة أساسية تعود لخوفه من عشرات الآلاف مئات الآلاف من المهاجرين، ولا أقول غير الشرعيين بالمناسبة، وشركات البترولية نتاعو الآني إيه، وأنت تعرف أن إيطاليا تغرق في أزمة اقتصادية، يعني أزمة اقتصادية كبيرة جدا، الجنوب الإيطالي كله يعاني أزمات رهيبة، يعني التجارة هناك كسدت، كل شيء كسد، هناك مشاريع بالمليارات مع القذافي قبل سقوطه. نعم. فهذا إذن فالموقف الجزائري على ما فيه من ضبابية، أو موقف النظام الجزائري بطريقة بدقة بعبارة أدق، على ما فيه من ضبابية، على ما فيه من محاولة لإدارة الأزمة، على ما فيه لمعارضة لقيام نظام حر في ليبيا، لكنه يبقى أقل سوء من نظام المصري، وليتحمل الإخوة هذا الكلام. هل هناك صراع من النظام المصري الجزائري في ليبيا؟ نعم هناك، هناك صراع، هناك صراع، هناك اتفاق وهناك صراع. اتفاق في جانب، وهو عدم القبول بقيام دولة يحكمها شعبها في ليبيا، يتفقون على ذلك، لأن كلاهما جاء من انقلاب عسكري. وهناك خلاف يعود لجذور تاريخية، تاريخية بعد استقلال الجزائر، أراد عبد الناصر الذي بالمناسبة أيضا نقول كلمة حق دعم الثورة الجزائرية، لكن أكثر داعمي الثورة الجزائرية كثيرين لا يعرفونها كانت ليبيا وشعب الليبي على فقر. آنذاك أنا عشت في ليبيا ما بين 91 و 95 والتقيت بكبار مشايخ ليبيين الذين كانوا يقودون الدعم للثورة الجزائرية، كان دعم غير مسبوق، سخي، غير حسابات. عبد الناصر عندما دعم الثورة الجزائرية كانت لديه حسابات، وهو أن يسيطر على القرار الجزائري، وأحمد بن بلة كان في يده أكثر مما هو حفتر اليوم في يد السيسي، بل بما بين السماء والأرض. لكن بومديان في الحقيقة وإن اختلفنا معه في كثير من القضايا، في هذه النقطة كان وطنيا حتى النخاع، ولم يقبل بسيطرة عبد الناصر على الوضع في الجزائر، وهذا ينبع ناتج هذا البعد التاريخي، وهو عدم القبول بمجيء مصر داخل ليبيا، ليس فقط للجزائر ولكن أيضا داخل ليبيا وتمددها لطرابلس. النظام الجزائري، أي نظام في الجزائر هذا أو غيره، بقي يسمح. هذا أو سقط، لن يقبل بتمدد عسكر مصر في طرابلس، وأنا أقولها لك وعي جيدا ما أقول. لو حصل هذا لن يكون، يعني المصريين لن يقبل الجزائريون لإسناد حفتر مثلا بعد عجزه هو الآن، لو لن يقبل الجزائريون من جهة ثانية مثلا، لن يقبل الجزائريون بذلك حتى هذا النظام التعيس الفوضى طبعاً السائدة لن تقبل بسيطرة عسكر مصر على طرابلس. هذا موقف حاسم لدى كل جزائريين. موقفك أنت من الجزائر يبدو أنه أكثر إيجابية في هذا الاتجاه. ليست قضية إيجابية أو سلبية، أنا كمواطن ليبي أتكلم عن ما لمسته وما عايشته من موقف إخوتنا في الجزائر. الجزائر في سبتمبر في مارس 2015 احتضنت أحد المسارات الحوار الأساسية وهو الحوار السياسي. الجزائر دعمت اتفاق السياسي، اتفاق صخيرات بقوة. الجزائر في الستة أشهر أو العام الأخير استقبلت ما لا يقل عن 300 شخصية ليبية من جميع مكونات الشعب الليبي، من الشرق نعم وعقيلة، من الشرق والغرب والجنوب، شخصيات قبلية، عسكرية، مدنية، سياسية، إسلامية، علمانية، استقبلت جميع ألوان الطيف الليبي في الجزائر وتحدثت معهم. الجزائر أيضا ذهبت في زيارات، عبد القادر مساهل وزملائه مؤخرا زاروا 6 مناطق في ليبيا، منها طبرق ومنها المرج ومنها سبا ومنها مصراتة ومنها طرابلس ومنها الزنتان أوباري لأسف وليس سبا. ما نشعر به وما نقوله للحقيقة وللتاريخ أن الجزائر لم تسلح طرف ضد طرف، الجزائر لم تستعمل إعلامها لتغذية الصراع في ليبيا، الجزائر لم تمول طرف ضد طرف، الجزائر لم ترسل قوات داخل ليبيا، الجزائر لم ترسل طائرات تقصف كما فعلت الدول العربية وأكثر من دولة.
كل ما سمعناه وشهدناه أن الجزائر حريصة على ألا تتدخل وأن تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وتدعو وتشجع وتوظف علاقتها الإيجابية مع كل الأطراف، تدعوهم وتوجههم وتشجعهم نحو التوافق والاتفاق بعيدا عن التدخلات الإقليمية والأجنبية. الجزائر لها حساسية مفرطة من تدخل الغرب وخاصة فرنسا، ونحن نعرف الحساسية التاريخية بين الجزائر وفرنسا. يجب نحن يعني كليبيين، أنا كليبي أفهم كنظام ليس في صراع في هذا النقطة فقط. في هذا النقطة يعني هو جزء صحيح مما قالوا، لكن في هذه النقطة قضية الحساسية من الغرب، حساسية من الغرب من فرنسا، لا هنا في خطأ أخش معه وأقول لك الخطأ وهو فاكتس يعني ليس تحليل. نظام الجماعة القائمة اليوم في الجزائر هي التي فتحت الأجواء الجزائرية للفرنسيين في غزو مالي، والآن يدعموها في غزو مالي، في الاحتفاظ بالنيجر، في الاحتفاظ بتشاد، وفرنسا قوة استعمارية. حتى الفرنسيين، كثير من الفرنسيين خاصة من اليسار، يتحدث عن الفرنس أفريك. فالنظام الجزائري القائم اليوم للأسف لأنه يدعم، يستند لدعمه على قيامه بقاؤه على فرنسا، ففتح لها. لكن في ليبيا، نعم في ليبيا هناك خلاف مع الموقف الفرنسي، لأن الموقف الفرنسي داعم تماما لحفتر، فهناك خلاف معه. لكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون. للأسف أنظمتنا اليوم حتى القائمة لا تستطيع مواجهة القوى. أنا فقط أنا أقول أن الجزائر من الحديث لا 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 كلمة أخيرة، أنا لا أعتقد أبدا أن الجزائر تريد أن تتدخل وتفرض نموذج حكم معين في ليبيا. هي تريد لليبيون وتشجع كل الليبيين وتشجع كل الأطراف أن تصل إلى ما يريده الليبيون أنفسهم، وليس بإرادة إقليمية أو دولية. تفضل أستاذ، أحكي لي على الموقف الجزائري، رأيك أنت موقفك منه. لا يهمني موقف الليبي أكثر من الجزائر. لا خلينا موقف الليبي أحكي، حتى لا نخرج، نبقى في إطار واحد مشاهد. هذا مدخل الكلام تاعي. إذا باب البيت مفتوح فلا تلوم أي حد طارق ولا داخل ليه، وبالتالي نحن دائما نبدي حسن النية في أي موقف أخوي عربي من دول متلازمة الليبية ودول الجوارة ودول الطوق ودول حتى الحوض المتوسط، ودائما نقولوا أن كل المواقف والجهود هي إيجابية، زعما أن هي إيجابية إلى أن تثبت العكس في سلبيتها وفي تآمرها على الشعب الليبي. وبالتالي أنا لا أريد أن أتهم لا الجزائر ولا تونس. الجزائر فيها لاجئين ومهاجرين ليبيين، تونس كذلك، مصر كذلك، والجميع يحاول يدلي بدلوة. هناك من اجتهد وأصاب، وهناك من اجتهد وفشل، لكن نتمنى من هذه اللجان الثلاثية اللي هي والرباعية والخماسية، الثلاثية اللي هي تونس والجزائر ومصر، والرباعية اللي معها إيطاليا، والخماسية اللي معها دول بعض الدول الأفريقية، نتمنى الجوار الآن صار، نتمنى هذه الجهود داخلين. كلها تشخص المشكلة وتشخص وتحدد حتى الحل. الوقت يمر، أنا سأسألك على موقفك من الاتفاق السياسي. آخر اجتماع سواء الأخير هو في الجزائر، اللي قبله كان في القاهرة، وكان هناك جو عام على اعتماد اتفاق صخيرات كإطار عام مع إجراء بعض التعديلات، ويبدو أن هناك تكونت حتى اللجنة، لم تشرع في العمل، لكن هناك تتشاور لجنة التعديلات بين المجلس الرئاسي وبين البرلمان في طبرق. هناك لجنة وستقدم بعض التعديلات. قيل من خلال تواصلي مع بعض أعضاء هذه اللجنة أن هناك جو مبشر بخير، يعني جو إيجابي، يعني إلى حد الآن لم تبدأ بعض الاجتماعات، لكن هناك. هل فعلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للخروج من الأزمة، أم أنه حتى بعد التعديلات سنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر؟ أنا هذا قدمت مكتوب للسيد رئيس مجلس النواب وللبعض اللي بعثة المتحدة، وحضرت اجتماع مع سيد معين شريم رئيس قسم سياسي في بعثة المتحدة في تونس، والسيد صلاح الدين الجمالي مندوب الجامعة في ليبيا. والمقترح كامل من المقدمة إلى المبررات الاعتبارات إلى لماذا نقبل باتفاق صخيرات، وهو وهو الإطار الممكن، وهو الحد الأدنى لأن يأمن استمرار العملية السياسية في ليبيا. ومع أنا طلبت تعديل الأشياء الآتية: رقم واحد، يجب إعادة النظر في توليفة التواريخ اللي تعتبر كلها أغلبها منتهية. اثنين، يجب أن نحدد علاقة المادة 64-67، مسائل تتعلق بلجنة الحوار والاحتكام للقضاء، بمعنى أن في حالة حددنا اللجنة الخماسية هي كانت مفترض أن تكون 5 من مجلس النواب 5 من مجلس الدولة، الآن بقدرة قاضي أصبحت لجنة الحوار 24 مجلس النواب، وأعتقد حتى مجلس الدولة 24. هذه اللجنة الثنائية
مختصة فقط بالنظر في القضايا العالقة مثل القضية رقم 8 المادة 8 في الاتفاق والمادة 8 في الأحكام الإضافية والمادة تتعلق بلجنة الحوار كيف تجتمع شنو صلاحياتها ما زمنها لأن هناك من يقول أن حتى لجنة الحوار نفسها تحولت إلى جسم سياسي بعدين الاتفاق هذا السياسي هو الممكن بعد أن يتم إجراء حوار مكمل عليه وليس هناك باعث بإشراك حتى المهاجرين وأنصار النظام السابق بحيث تكون كل المكونات ينتقل هذا الاتفاق السياسي من كونه وثيقة سياسية دولية إلى وثيقة ليبية دستورية ساهم فيها الليبيين ملك الليبيين ويبدأ هي الوثيقة الدستورية المؤقتة إلى صدور الدستور القادم ويحتكم إليها الليبيين أمام القضاء لكن الليبيين مش في الليبيين ما هم جزء من هذا الاتفاق السياسي كيف تبخس عليهم حق المواطن وحق انتمائهم لهذا البلد اثنين في عيوب تكوينية تأسيسية في هذا من هؤلاء الليبيين مش جزء من الاتفاق جزء من النظام السابق وجزء من المهاجرين ليسوا في الحوار وبالتالي في عيوب تكوينية تأسيسية وأنا طلبت بأن لازم تكون في لجنة قانونية ومصغرة تنظر في النصوص المواد وتعارضها وتضربها بين بعضها البعض بحيث أن ما يكونش محل انتقاض أمام القضاء الليبي ورد رأيك في مسألة الاتفاق السياسي وهل أنت فعلا مع إجراء هذه التعديلات؟ نحن في لجنة الحوار السياسي اجتمعنا في تونس قبل عدة أشهر في مدينة الحمامات واقترحنا جملة من التعديلات 7 تعديلات أساسية لوثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت في الصخيرات في ديسمبر 2015 أهمها العودة بمجلس الرئاسي من 9 إلى 3 إيجاد رئيس حكومة مفصول عن المجلس الرئاسي نقل سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى 3 مشتركة وهي رئيس البرلمان ورئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي نفسه أيضا تفعيل قضية الدستور والوصول إلى دستور دائم بسرعة وتقليص عدد المجلس الرئاسي أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 بس وهذا مطلب السيد عقيلة صالح وكذلك مطلب القائد الأعلى لا يكون فقط المجلس الرئاسي وهذا مطلب احتجاج خليفة حفتر يعني بمعنى آخر أنه سيكون دور لخليفة حفتر ولا يا سيدي وهنا المشكل يعني إذا كان استثني الرجل كما استثني في البند الثامن فأي تعديلات ستجري لن يقبل بها الرجل يعني خليفة حفتر الرجل العسكري يقول أنه يريد أن يساهم في إعادة بناء الجيش في ليبيا وأنه أنا شخصيا تكلمت معه بالتليفون قبل عدة سنوات ودار بيننا حوار كان يقول لي لا نريد للجيش أن يتدخل في السياسة إذا كان هذا ما يريده خليفة حفتر أن يساهم في إعادة بناء جيش وطني قوي دوره فقط حماية التراب والسيادة الليبية ولا يتدخل في السياسة ويكون تحت قيادة سياسية مدنية عليا فهو الليبي مثل أي ليبي آخر أما إذا كان خليفة حفتر يريد أن يضرب بعرض الحائط جميع الأطر السياسية الموجودة ويريد أن ينصب نفسه حاكما على الليبيين بالقوة فهذا لن يتم نحن عارضنا القذافي 40 سنة لأنه ليس لأنه معمر القذافي في شخصه ولأنه كان يمثل سلطة فردية استبدادية عسكرية جاءت من انقلاب عسكري من يريد أن يكون مثل معمر القذافي سنعارضه ونتمسك بذلك لأن قضية مبدأ سيد سمير نحن في ليبيا نريد كل من يشترك معنا في الوصول إلى دولة مدنية دستورية دولة مساواة حقوق مواطنة فصل بين السلطات عدالة احتكام إلى صناديق الاقتراع مرحبا به سواء كان من أنصار حفتر أو من أنصار سبتمبر أو من أنصار 17 فبراير أو كان من الشرق أو من الغرب من الجنوب فلنترك التعصب لكل هذه الكيانات والجهويات والقبائل والتيارات السياسية ونتفق على إطار لدولة مدنية دستورية ديمقراطية في ليبيا أستاذ محمد العربي فيما يتعلق بشروط توفير الجو خلنا نقول للاتفاق يعني هو صحيح على الأرض هناك هذا الصراع والقتل والمقتول مازال متواصل لكن على المستوى السياسي هناك اجتهاد وهناك جهد يبذل كذلك أيهما ستكون له الغلبة أيهما له التأثير القرار السياسي أم من يحمل السلاح على الأرض بكل أسف التأثير لحد الآن لأن كثير من الليبيين وضعوا بيضهم في يد القوى الإقليمية والدولية فالتأثير هو إقليمي دولي وليس في أيدي الليبيين الليبيين أكثرهم اليوم أدوات لهذا الصراع كثيرين منهم يقولون كلام جميل وجميل جدا في جلساتهم الخاصة وفي جلساتهم حتى العامة لكن على الأرض لا يملكون إلا أنهم تمويلهم ودعمهم السلاح يأتي من جهات أخرى فيجدون أنفسهم في ذلك الوضع وهذه هي الكارثة أنا
أزعم، وإن كان هذا ربما في نوع تشاؤم، لكن أزعم أن قضية ليبيا ستبقى تتراوح مكانها إلا إذا حدث تغيير في العواصم الكبرى لهذه المنطقة العربية. عندما يحدث تغيير في الرياض، يحدث تغيير في الجزائر، يحدث تغيير في القاهرة، هذه العواصم الكبرى، وعندما تنتهي قوى الاستبداد القائمة خاصة اليوم والممثلة والمجسدة أحيانا في بعض الأمراء، هذه ربما يبدل الأمل. لكن اليوم الشعب الليبي يعاني، ويعاني جدا، يعاني من كثير من الفوضى التي تمتد، وهو الذي كان يأمل بعد إسقاط طاغية متجبر متأله، كان يأمل أن يعيد بناء دولته، بناء وطنه. هذا الشعب يجب أن ينظر له الناس، خاصة الذين في أيديهم نوع من القرار الصغير كما قلت، لأن القرار الأكبر هو في يد القوى الإقليمية والدولية. هذه المعاناة لازم أن يخففوا منها وأن يتساعدوا قدر ما يستطيعون، لكن المشكلة الكبرى هو أن يخرج الليبيين من أو يخرجون من التحكم الخارجي فيهم حتى يستطيعون فرض قرار. إذا لم يفعلوا ذلك فعليهم أن ينتظروا التغييرات الكبرى القادمة، وهي بدأت تلوح نذرها في الأفق، تغييرات هائلة قادمة للمنطقة. طيب. ولعل حلهم يأتي ضمن الحل العام للأمة. دكتور عاصم، بالك التغييرات اللي تحكي عنها سيد العربي هي انتكاسة سلبية على الشعب الليبي. احنا لا ينقصنا القدرات لا خبرات، احنا الآن شخصين المشكلة، عارفين العدو الداخلي هو تلك الميليشيات، سواء المواد الجوية والجهوية، التي تحمل سلاح ولديها أموال وتقاتل في الليبيين. بالأمس في طرابلس قتلوا 50 بريء في 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 طرابلس، ولم يتحرك حفتر الآن، ولم يتحرك. عفوا يا أخي، أنا لم أقطع في درنا احترم قولي. فبالتالي هذه الجماعة، هؤلاء المدنيين الذين قتلوا بدم بارد، لم يتحرك أي دولة عربية. أين قتلوا أمس هذا؟ في طرابلس من 5 أيام. في بوسليم تقصد؟ لا لا، حدث بوسليم في منطقة طرابلس بالكامل، في العمليات العسكرية بين ما سموه حكومة القويل وما سموه حكومة الوفاق. يقولها السيد، المعلومة غير دقيقة، كان في صراع بين تشكيلات مسلحة تتبع حكومة الوفاق وتشكيلات مسلحة تتبع خليفة الغويل اللي هو ما زال متشبث بالسلطة، ونتيجة هذا القتال في ضحايا أبرياء سقطوا نتيجة هذا الصراع. عفوا يا عبد الله، هو كان موجود، كان موجود في طرابلس، أنا كنت في قريب جدا من بوسليم، كان هناك في قلب الحدث. نتيجة الحرب بدت الساعة 7 الصبح وانتهت الساعة 10 مساء بين مجموعات مسلحة تتبع حكومة الوفاق ومجموعات تتبع خليفة الغويل الذي ما زال يتشبث بالسلطة، نتج عنها سقوط 52 قتيل. نحن يعني نأسف على سقوط أي شاب ليبي، سواء كان يحارب مع الرئاسي أو مع الغويل أو حتى مع حفتر. يعني الدماء الليبية كلها محرمة ومعصومة. 50 قتيل في طرابلس، وبالأمس 100 شهيد في براك الشاطئ، ناس خريجين جدد. طبعا 100 شخصية من 600 لا 100 قام 100 شخصية في براك الشاطئ. هؤلاء ناس و720 شهيد حرروا السر من داعش، لماذا لا تذكرهم وتترحم عليهم؟ ذكرتهم وثمنت عليهم امس البي بي سي وتكلمت شهداء البنيان المرصوص. يا اخي تعال تكلم بالنيابه عني يا سيد جمعة. بالتالي هذه تحسب لهم، وعمليه بطوليه فدائيه، وعمليه تسجل لهم انتصار رائع جدا وعظيم، يضاف في تاريخ النظام في ليبيا ان دحب لكن وقع تثمينها بشكل قليل جدا، ولم يتحدث عنها احد تقريبا. ما خسرناش الحوار لانه يتكلم عليه قضايا جوهريه جدا. نعم. 100 شخصيه عسكريين جدد خريجين جدد عزم السلاح، جو قالوا لهم اجمعوا في كناتكم العسكريه، جت اعتدت عليهم القوة الثالثة اللي تبع مصراته وتبع البنيان المرصوص وقتلتهم. بالتالي هذه جريمة. ما هو قيل أن هذه كانت قوات تابعة لخليفة حفتر؟ يا أستاذ عبد الله، مصدر المعلومة مهم جدا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الليبية فيه حديث على أن هذه المجموعة هي جنود تابعة لخليفة حفتر. إن شاء الله تابعة الشيطان الرجيم. أنت مالك ومالها تقرأ في نفس بريئة مسلم ليبي أخوك، كيف تقتل فيه؟ كيف تبي الصفح والصلح من هذه العائلات وهذه القبائل؟ إذا أنت أردت أن تريد مصالحة حقيقية وتبي سلم، أولا أبدأ بالسجناء والمعتقلين. اطلق صراحهم يا أخي، في اللي عجائز وفي في شبين وفي مرضى سكر وفي ناس تعاني في السجون ومرضى كلى. اثنين، ما عادش تعتدي على مناطق. ثلاثة، رجع المناطق المهجرة. تورغ يا أخي، العالم كله يتكلم وأنتم تعيطوا، القنوات تعيط، ما فيش قوة قاهرة تقدر تجيب هؤلاء وأهل بنغازي، 43,000 مواطن وترجعهم إلى مدينة وأهل بنغازي المهجرين، حتى عرب بنغازي. لماذا لم يسمح لهم بالعودة كذلك؟ بفعل عمليات الاشتباكات المسلحة أو أنهم من مصرات أو غيرهم، من حقهم العودة إلى مكانهم الطبيعي وممارسة حياتهم الطبيعية، لبيوتهم وديارهم وإلى تجارتهم اللي قال لا عليه. هذه هي أشياء
قواسم مشتركة نتفق عليها، إذ لم نبدأ بهذه هذه القضايا وحلها وهذه نحن نملكها. ولهذا يا سيد سمير والحديث للمشاهدين، لماذا المجتمع الدولي ودول الجوار لم تهتم بالحل الصراعات الإثنية وبالمصالحات التي تمت بين المدن وبين القبائل الصغيرة هذه وأخيرا بين مشاشي وبين الزنتان؟ ليش ما يتم اهتمام بهذه المبادرات ولو كانت بسيطة ولكنها بالنسبة إحنا هي قفزات تاريخية لا تخدم أجندته لأنها، وبالتالي إذن يجب أن نتخلص نحن. وأنا الحمد لله أنا متجرد من كل القيود وأستطيع أن أقول كلمتي في أكبر كبير في العالم ولا أخشى أحد حتى في هذه الدولة التي أنا فيها، إذا أخطأت سنقول لها أخطأ. ولهذا الأمس بالأمس القريب قلت جماعات كثيرة جدا كانت محترضتها بريطانيا وعطتها الإقامة وعطتها اللجوء، واليوم هي التي تفجر في بريطانيا. من المهاجرين هذا حديث استعطاف الغرب في نقاش. لا 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 يعني هذه حادثة واحدة، يعني كيف يمكن تعميم حادثة واحدة وقعت؟ هذه إساءة للشعب الليبي كله. هذه تكررت حتى في لندن وتكررت في برمنغهام وتكررت في، مش لأن ما أعطاهم اللجوء أو لأن ما أعطاهم. أنا مش أنت وكأنك تحط هناك أبناء هنا على بالعكس. لا 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 في الطائرات المصرية تقصف الليبيين. لا لا أنا لا أحرض، أنا أتكلم عليه قضايا أساسية. لماذا لا تنظر إليها هذه الدول الجوار الدول المجتمع الدولي؟ القضايا التي تحدث السلام اللي في ليبيا يحدث، لماذا لم يأخذ بيده ويتم دعمه؟ ليش ما يتم دعمه؟ كل الذين أتوا معارضة وكانوا معارضين للقذافي وأغلبهم 90% 80% هم عادوا من حيث أتوا، لماذا لم يشاركوا في ليبيا؟ لو المهم نبوا الجميع يبني ليبيا وما فيش بناء ليبيا إلا بتواجدنا في الداخل فيها. يبدو من هذا الحوار أن الأزمة الليبية كما قال عربي زيتوت ما زال طويل. يخطون يعني ليس يعني شروط بما فيها مصر تأثيرات خارجية بما فيها أي دولة. أنا لا أستثني أحد، أنت همك السيسي روح زوره بالك تقتنع بيه. أنا ما نقتنعش بيه، أنا مش همي السيسي، أنا همي الشعب الليبي اللي تقصف الطائرات واللي انت راك تبارك فيها. بالله الخطاب هذا ليش ما قلته الناس في 2011؟ وليش ما قلته الناس في 2014؟ وليش ما قلته الناس في 2016؟ ليش قلت لنا في 2016؟ لا ما قلتهاش يا سيد عبد الرزاق. الحق كلمة واحدة لا تحرف. هذا الأنبا نتاع المنيا أنا أسمع له في تصريح اليوم، الأنبا نتاع الإيميا يعني كبير الأقباط، يقول نتاع المنيا يقول لا علاقة للليبيين بما حدث في المنيا تصدير الأزمة، ويقول أنهم كيف يستطيعون عرف ذلك في ساعات. وعضو البرلمان المصري محمد جاد المسيحي من المنيا قال نفس الشيء. احنا نعقد في المسألة الليبية باشترارنا الى اخطاء خارجيه. لأن يا اخي انا نتكلم عليه يا اخي انا انتم خليك من حفتر شخص واحد في مؤسسه عسكريه. امس قلتها بالبي بي سي ولا منعودها، هذا الشخص حفتر ازحناه من المؤسسه العسكريه، البقيه المكون المؤسسه العسكريه الليبيين والمسلمين هذاك شان اخر، لكن حفتر مجرم حرب يعني الليبيين كلهم في خفيه في المشير خليفه حفتر هو قائد عام للجيش الليبي يعني. فليكن ممكن الرجل يعني جاء بظروف معينة وجاء معاه فبراير والآن يقود في مؤسسة عسكرية وبعيد عن التجاذب السياسي. أنا نكلم فيك عليه قوة مدنية أخرى، قوة التغيير الفعلية في ليبيا، قوة تيار المجتمع المدني. وين ما يكون هم أخي في ليبيا مجتمع مدني؟ أخشى ما أخشى أنه يتكلم على بقايا في ليبيا فيه مجتمع معادل أخشى ما أخشى معسكر بصراحة يعني الصوت بالطريقة هذه وكان يسمع للجان الشعبيه. هو قال انه انصار النظام السابق لازم يكون لهم دوره وكان واضح من الاول. انت حكم القذافي هو حقبه من حقبات ليبيا يجب احترامها زي اجراميه لا تحترم وتدان بشده لكل انسان لديه ضمير. طيب هو توه يطلع لنا البلاد وخليها امن وامان. هو كان واضح من البدايه قال عناصر من النظام السابق لابد ان يكونوا موجودين في العمليه الانتقاليه. ما شاركوش في الاجرام صراحه طبعا يعني حتى لا يقع وضع الجميع في سله واحده. ما شاركش في الدماء. نعم هناك كوادر كانت تستغل مع القذافي احتاجوها الان لبناء الدوله يعني. كوادر شيء اخر. الكوادر المدنيه او العسكريه شيء اخر، هذا اللي كان الوضع في دوله. نحن نتكلم برغم في قانون العزل السياسي. نحن نتكلم عندنا الان على قذاف الدم وامثاله اللي يديروا في معركه ضد الشعب الليبي من القاهرة ويحركوها بأموال الإمارات. طيب. وأموال السعودية. طيب. أكبر التكنوقراط في عهد القذافي على مدى 40 سنة هم اليوم وزراء في حكومة الوفاق الوطني، السيد الطاهر جهيمي وزير التخطيط، السيد محمد طاهر سيالة وزير خارجية. وزير خارجية ليبيا الآن هو من أكبر التكنوقراط اللي عملوا مع القذافي 40 سنة، ولكنه لأنه كان رجل مدني ولم يوغل يده في الدماء ولم يعذب أحد ولم يقتل أحد، فقلنا مرحبا بك وبخبرتك، أنت ليبي مثلك مثل غيرك. لا يوجد أي نوع من الإقصاء لمن كانوا
على مدى 40 سنة يعملون مع نظام القذافي طالما أنهم لم يتورطوا في دماء الليبيين. هذا هو المعيار الوحيد. أنا الآن قانون إلغاء العزل السياسي رقم 3 لغاه مجلس النواب، ألغى القراءة. أنا الآن أخي سمير من هذا اللي عزل الليبيين، ما المؤتمر الوطني، أنا قانون العزل عامل المؤتمر. أنا الآن يا أخي سمير من هذا المنبر أدعو كل الليبيين، الثورة ليست هدف في حد ذاتها، الثورة هي وسيلة للتغيير، تم التغيير، الهدف النهائي هو الوصول إلى دولة، دولة مؤسسات، الانتقال من الثورة إلى الدولة، دولة المؤسسات. دولة المؤسسات والقانون، عندما نتفق على عقد اجتماعي ودستور ديمقراطي عادل الجميع يشارك فيه، الجميع مرحب به، سواء أنت كنت يوم من الأيام تحب القذافي أو كنت تكرهه، تحب الملك إدريس أو كنت تكرهه، أنت من الشرق، من الغرب، من الجنوب، أنت عربي، أنت أمازيغي، أنت تارجي، أنت تباوي، الجميع مرحب بهم في إطار دولة مؤسسات ودولة دستور ودولة ديمقراطية. هل يمكن أن نستبشر؟ هذا ما نريد أن نصل له، ولو التقينا لو اتفقنا نحن الليبيين على هذا الهدف، وكما قال أخي العرب الزيتون نفضنا أيدينا من التدخلات الإقليمية ونتوقف أن نصبح بروكسيز، أدوات للأطراف الإقليمية تخدم أجندتها هي فقط، لو توقفنا عن ذلك وجلسنا مع بعض واتفقنا على هذا الهدف لحلت مشاكل ليبيا خلال حتى نخرج بشيء من الأمل على الأقل في هذا الظلام الموجود في ليبيا. نعم. هل يمكن القول أن الاتفاق الأخير في الجزائر بين دول جوار ليبيا، أن الحوار القادم واللقاء القادم سيكون في طرابلس، هل يمكن القول أن هذه بادرة خير، بداية أن الحوار فعلا يتأسس في ليبيا في طرابلس؟ أنا طالما أن الجزائر وتونس تلعب دور رئيسي في القضية الليبية فهي تخلق توازن ضد المحاباة، أقولها بصراحة، ضد المحاباة والتعصب لجانب طرف واحد فقط من قبل دول عربية أخرى. هذا التوازن مهم، قد يكون أحد صمامات الأمان لوصول الليبيين جميعا إلى إنجاح الاتفاق السياسي الحالي، إدخال ما نحتاجه من تعديلات عليه وننطلق إلى الأمام إن شاء الله. فضل كلمة أخيرة. والله تعالوا إلى كلمة سواء بين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه كلمه لكل الليبيين، لكل الليبيين والذين يحاولوا يصنعوا سيناريو لليبيا شروطها متوفره كلمه سواء، صوره ظلميه وصوره دمويه. احنا بقدر ما 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 طيب ما هو الامل انت تعطينا امل، نحن على ثقه ان الليبيين قادرين ان يحلوا مشكلتهم. اعطينا امل، دوركم انتم كنخبه هنا في الخارج. والله احنا انت على مشهدكم مسمع، كنا الايام القليله القادمه عقدنا مؤتمر المصالحه الوطنيه حضرتها 100 شخصيه ليبيه من مختلف المكونات، من الطوارق، من التبو، من الامازيغ، من الشرق، من ليبيا، من الجنوب، من انصار النظام السابق، من انصار فبراير، ما عادش في فرق. اللي قعد بهذه الغنوات وهذه العزيف هو وهم، وهو يريد قتل الليبيين بالواحد. احنا نريد ليبيا، ليبيا التي يريدها الجميع، هي ليبيا تلك دولة القدرات والمؤسسات ودولة الكفاءات ودولة القانون ودولة الدستور. والكلام جميل، كلام إنشائي جميل، لكن كيف نصنعها؟ يا هذا هو المشكل. جيد أن نسمع عبد الله. يا أخي لأن ليبيا لم تكن موجودة في عهد القذافي، هذه اللي يصفها ليبيا كان، وهذا تطور جيد في التنوع. فكرة والله على الأقل في عهد القذافي كانت بالنسبة لي مواطن فقير وتعبان، كنت ما نحلمش إني نقرأ برا لولا النظام القذافي، لأنك غيرك لم يستفد. عضويتك في اللجان الثورية هي أهلتك. أنا عضويتي في اللجان الثورية كنت محترم نفسي ولم أقتل أحد، وكنت فاتح باب الخير كثير. حتى الذين تحركوا في فبراير، في 2011 كنت أنا من الذين معهم في كلمة الحق. أنا ضد اجتياح المدن بالآلة الحربية والقتل، أنا ضد تقييد حرية الأفراد، أنا ضد تحرك مدن على مدن، هذه أسس ونوميس، وهذه في أخلاقنا في مبادئنا. ضد مزرعة مسلم في بنغازي، حتى أنت بتقول 1200، هي 120 قتيل، بتقول لي 1200 بصدقك. حتى على كل أنا الحديث الغيرك يقول 1200. نعم عبد الله سنوسي اعترف أن 1200 سمير. طيب الحديث للأسف أن الليبيين قعدنا ملطشة وقعدنا مضحكة لكل من في قنوات ولا في غير قنوات ولا في المؤتمرات الدولية ولا إقليمية. يا أخي يتركونا في حالنا، أنا أتكلم عن الخطاب العام، يتركونا في حالنا، إحنا قادرين، عندنا زي ما شايفين نحل مشاكلنا. يا ريت وسائل الإعلام تتركوا في حالكم، قادرين نحل مشاكلنا الآن. يا ريت لأنه في وسائل إعلام كثيرة مع كل أسف هي تصب الزيت على النار، أنت تعرف يعني مع كل أسف. كلمة أخيرة أستاذ العرب. يعني الأصل في الأشياء هذه أنا قلتها، يعني أنه الليبيين يحاولوا تخفيف مما يحيط بهم، وأن يبتعدوا قدر الإمكان على هذه، أن يكونوا أدوات لدى القوى التي تتدخل والتي تريد أن تظل ليبيا والمنطقة ككل كسيحة. لكن حقيقة شيء آخر هو أنه الإتيان ببقايا النظام السابق وإعادة خلطهم في اللعبة
إلا من ثبت عدم إجرامه راهو سيكون كارثة. رايحنا تجربتنا في الجزائر في 62 اللي حدث في القلاب 92. من فضلك في 62 تجربتنا هو عندما جاءوا بضباط كانوا وجنود كانوا عند فرنسا يقاتلوا مع فرنسا أن تظل الجزائر فرنسية وقالوا خلاص عفى الله عما سلف ونأتي بهم. هؤلاء وصلوا جنرالات وقاموا بانقلاب 92. الإدخال السوسة الفيروس هذا نتاع القذافي وبقاياه سيكون كارثة في المستقبل ولو استقر الوضع مؤقتا، لكن هذا لا يعني إبعاد أو استبعاد الموظفين والمديرين والمدنيين الذي لم يكن لهم لم يتورطوا ولم يتورطوا في دماء وفي أموال الليبيين وحفظ الله المنطقة ككل. يعني يبدو أنه فيها كما قال في وزراء الآن لحظة المجرمين اللي توا حتى هم شراكهم في ليبيا الجديدة هو سوس وخراب ليبيا، هو أساس أي حياة ديمقراطية هو العدالة، هي العدالة، العدالة وبالتالي هو جزء من بناء ليبيا وبناء عدالة مستقلة بعيدة عن تأثير القانون فوق الجميع سواء كان محسوب على فبراير أو غير على النظام السابق. أشكر ضيوفي جميعا الأستاذ جمعة القماطي، الأستاذ محمد العربي زيتوت، الدكتور عبد الله العثامنة، الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة. موعدنا إن شاء الله سيكون في مواعيد أخرى. نترككم في رعاية الله، رمضانكم سعيد ومبارك ومقبول إن شاء الله علينا وعليكم. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.